النهاردة إن شاء الله هناخد بيولوجي لأولى ثانوي second term. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن inheritance of blood group in human، الوراثة في الإيه، في فصائل الدم. طيب بصوا الجزء اللي أنا عاملاه لكم عليه فسفوري ده مهم جدا. however the blood components are constant in all humans، مكونات الدم كلها ثابتة في الإنسان، تمام؟ زي ايه؟ red blood cells، white blood cells، بلازما، كل الحاجات دي عندنا كلنا. بس ايه الاختلاف بقى؟ but they differ in the blood groups، مختلفين في فصائل الدم اللي احنا هندرسها النهاردة. يبقى احنا مكونات الدم كلنا ثابتة، لكن فصائل الدم blood groups مالها مختلفة. طيب عندي كام فصيلة دم؟ four groups، اللي هي ايه؟ A B A B and O. على فكرة انت ممكن تعملها، تروح اللاب اي معمل عندك، بتروح وتشوف فصيلة دمك، تمام؟ بتعرف اذا كانت A or B or A B and A O، انهي واحدة من الاربعة دول، تمام كده؟ طيب عندي بعد كده the genetic classification of blood group. اول حاجة blood group بيتقسم على اساس حاجتين، اول حاجة منهم اللي هو ايه؟ genetic classification of blood group، وتاني حاجة chemical classification. هناخد اول حاجة genetic classification of a blood group. عندي three types of a gene بسميهم alternative او alleles، معناها بدايل. عندي تلاتة جين بدايل، اللي هم ايه؟ A و B و O. يبقى انا عندي تلات بدايل، خلاص، اللي هم الجينز A و B و O. طيب البلاد جروب اصلا بتبقى موجودة في انهي كروموزوم؟ رقم 9. اهو الحاجات المهمة انا معلمالكو ايه عليها، رقم 9، تمام؟ 9 pair of chromosome in all human. طيب عايزين نشوف الجينوتايب، الايه؟ الجينوتايب اللي هو التركيب الجيني للفصائل. انا بحب قوي، بصوا التيبل ده واضح جدا اهو زي ما انتوا شايفينه، نثبت بقى عليه اهو. عندي ادي البلاد جروب A و B و A B و O، وقصاد كل blood group عندي الجينوتايب. يعني ايه يا ميس الجينوتايب؟ يعني التركيب الجيني بتاعه، التركيب الجيني بتاعه الاي، ممكن يكون AA and AO. واخدين بالكو ان الاو ريسيسيف، تمام؟ ريسيسيف، ريسيسيف يعني ايه؟ متنحية. طيب اهو البي ممكن تبقى BB and BO، الـ AB هي AB، الـ O O O، تمام؟ يبقى أنا شايفة أهو الـ blood group والـ genotype. الـ blood group لو تاخدوا بالكم عبارة عن إيه؟ أربعة، اللي هو الفينوتايب اللي هو الـ A المظهري، خلاص؟ الطرز الـ A المظهري الظاهر. يعني أنت لما تيجي تسألني مثلا فصيلة دمك إيه؟ أقول A، أقول B، ما بقولش AA او A O، لا بقول على طول A B، تمام؟ O ما بقولش O O. لكن الجينوتايب اللي هو التركيب الايه؟ الجيني. طيب بصوا هنا الكلام ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان البلاد جروب فيه ثلاث حاجات اللي انا عامله لكم بالفسفوري، مالتيبل قليل اللي هي بدائل متعدده، فصائل الدم فيها بدائل متعدده، تمام؟ يبقى اول حاجه مالتيبل قليل، تاني حاجه كومبليت دوميننس، تالت حاجه ليك اوف دوميننس. كومبليت دوميننس يعني سياده تامه، وليك اوف دوميننس اللي احنا اخدناها انعدام سياده. طيب اول حاجه مالتيبل قليل، ازاي البلاد جروب مالتيبل قليل؟ لان هي عباره عن 3 اليلومورفيك جين،
ثلاث بدائل اللي هم ايه؟ A B and O. خدوا بالكم الحاجات دي بتيجي فيها أسئلة كتيرة جدا يا جماعة، اللي هي ما بين الايه السطور دي. طيب كل فرد هيبقى ايه؟ has only one pair of them. pair of A يا A يا B يا O. تمام؟ يبقى ملتبل قليل. يعني ايه ملتبل قليل؟ يعني بدائل متعددة اللي هو A and B and O. طيب complete dominance. complete dominance بمعنى السيادة التامة. each of A and B gene dominates over the O gene. أنا مش قلت لكم إن O ده يعتبر recessive و A and B يعتبر dominance. تمام؟ بصوا معايا هنا. أو بصوا معايا هنا. أدي الـ A الجينوتايب بتاعه إيه؟ AO. ده معناها إن الـ A dominates over O، والـ B هنا الجينوتايب بتاعتها BO، ده معناها إن الـ B dominates over O، معناها إن الـ O recessive. تمام؟ طيب نكمل تالت حاجة، آخر حاجة أهي. lake of dominance. lake of dominance انعدام السيادة. each of A and B genes don't dominate over each other. مفيش حد فيهم بيسود على التاني. خلاص؟ أمال lake of dominance إيه؟ بيظهر لي تمام production of a new blood group، صفة جديدة أو فصيلة جديدة اللي هي إيه؟ A B. يبقى الـ A and B genes don't dominate over each other. تمام؟ بيدوني في الآخر اللي هي ايه؟ الـ blood group AB. تمام؟ طيب عندي هنا problem. تمام؟ A man with blood group AB married to a woman with blood group O. what are the expected blood groups of their A children؟ البلاد جروب بتاعت أولادهم هتبقى عاملة ازاي؟ اهو بصوا بقى لما اجي اكتب المسألة بكتبها ازاي. اول حاجة دي المذر علامة الفيميل، ودي علامة الميل. فاكرين الكلام ده؟ فيميل وميل، ماشي؟ هنا طبعا المذر قال لي او، بس انا مش بكتب او، انا بكتب الجينوتايب. بكتب الجينوتايب اللي هو ايه؟ او او. وهنا فاذر اي بي، الفينوتايب الخاص بيه هو الجينوتايب. طيب اهو، وبنزل منهم اهو ده او، وهنا اي بي. هنا الاو مع الاي هتدينا اي او، والاو مع البي هتدينا بي او. يبقى الاحتماليه زي ما انتم شايفين اي اور اي بي، ده ايه الشيلدرن الخاص اي بيهم. شايفين التيبل ده عبارة عن الكيميكال كلاسيفيكيشن اوف بلاد جروبس. كيميكال كلاسيفيكيشن عبارة عن ايه؟ انا عندي فور جروب اللي هو A and B، A B and A O. طيب في حاجة اسمها انتجين، اهي انتجين. دي عبارة عن ايه؟ كيميكال سابستنس found on the A surface of red blood cells. لازم نعرف موجودة فين؟ على سطح كرات الدم الايه؟ الحمراء. وبيبقوا عبارة عن ايه الانتجين؟ هيبقى انتجين A capital، انتجين B capital. وهنعرف دلوقتي موجودين في الفور جروب بلاد جروب ازاي. بس اهم حاجة الانتجين اللي هي مولدات التصاق، دي عبارة عن ايه؟ chemical substance، مواد كيميائية found on the A surface of blood of red blood A cells. طيب نشوف ال chemical substance التانية اللي هي اسمها ايه؟ antibody. antibody اللي هي ايه؟ اجسام مضادة. عبارة عن chemical substance that are ايه؟ بتبقى موجودة فين يا جماعة؟ بتبقى found in the blood plasma، موجودة في البلازما السائل بتاع الدم. تمام؟ وهي عبارة عن ايه؟ anti A، خدوا بالكم هنا الـ A small، وانتي بي هنا بي سمول. تمام؟ طيب هو بعد كده مجمعهم لي في التيبل ده بطريقة حلوة قوي. كاتب لي الجروب
فوق A و B و A B و O والأنتيجين الخاص بكل واحدة والأنتي بادي. طيب نبتدي كده ب الA، ادي الA البلاد جروب A، الأنتيجين هتبقى A. لو تاخدوا بالكم الأنتيجين بتبقى شبه الA البلاد جروب، الأنتي بادي هتبقى ايه؟ أنتي بي العكس. طيب البلاد جروب بي، الأنتيجين هتبقى بي، الأنتي بادي أنتي A العكس. طب الA بي هتبقى أنتيجين A and B، مش هكتب A B يعني كأني بكتب الفصيلة تاني، لأ A and B، والأنتي بادي مفيش. الO مفيش أنتيجين، مفيش أنتيجين في الO، لكن في أنتي A and أنتي B. تمام، وبكده يبقى خلصنا درس النهاردة. أشوفكم في الدرس القادم بإذن الله. هنتكلم برضو عن البلاد A جروب. تمام، هنكملها والريسس فاكتور. السلام عليكم.